هنشوف امامنا ادي هجمه وتسديده والهدف الاول. الهدف الاول اشعلها من البدايه هو الكابتن الكبير العائد ابن النادي. هنا امامنا حازم امام كابتن نادي الزمالك في هذه المباراه على دكه البدلاء شيكابالا موجود ويقود بقوه. حازم امام يقود في اول دقيقه من اللقاء او في الدقيقه الثانيه تحديدا. حازم امام يحرز الهدف الاول، جول اول لنادي الزمالك، جول التفوق لنادي الزمالك، البدايه الجديده هنا امامنا. شوف الضغط العالي والتسديده من مره واحده، فين من بدري؟ فين من بدري؟ معلش، لكن بدايه جديده لنادي الزمالك والتسديده. دفاعي جيد من لاعبي نادي الزمالك، بدايه الهجمه سامي النجعي، تمريره في العمق اطول من اللازم يلحقها امامنا هنا، خطيره يحيى الشهري، الشهري على حدود منطقه الجزاء مستني المسانده، يرجع تاني امامنا هنا لاعب برونو اوفنسي، العرضيه على حدود منطقه الجزاء، السلام ولا اجمل، عدى حلوه ممكن يسدد، خطيره خطيره، خلي بالك وحذاري والهدف. يا ولد يا ولد، قلنا في ثغرات في دفاعات نادي الزمالك وحذاري من الهجمات. وليوناردو بيريرا البرازيلي المعار من الجزيره الاماراتي هذا الموسم يضع الهدف الاول، جول اول لنادي النصر السعودي، جول التعادل في دقيقه 12 يعدل. امامنا هنا البرازيلي ليوناردو بيريرا اللي يعني بيعتمد عليه كتير قوي في كل المباريات، ريجاردو جوميش البرازيلي الاخر المدير الفني الحديث واللي جه بيه مع قدومه للقياده الفنيه للنصر. شوف هنا امامنا ولا اجمل احمد الفريدي، ضيع هجمه من اقوى واخطر الهجمات لكن عمل اسيست ولا اجمل، والتسديده من مره واحده يضعها بمهاره واتقان وتقنيه عاليه في التوجيه ليوناردو بريرا. 30 عام برازيلي لعب ايه في قصص من العربية، غابت لخمس سنوات قبل أن تعود في ضيافة مصر الشقيقة. كرة من ضربة ركنية تأتي عالية وخطيرة، جول جول، هدف ثاني للزمالك، هدف ثاني للزمالك. نعم، يتقدم للأمام لاعب الزمالك ويسدد في الكرة الماضية أسامة إبراهيم، أسامة إبراهيم القادم من إنبي. نعم، أسامة إبراهيم ارتقى عاليا وجاء بهذه الكرة الرأسية التي أيضا لا تصاد ولا تراد وإنما تصل وتزور الشباك السعودية النصراوية. هدف ثاني في الشوط الأول للزمالك، وأنا قلت حقيقة منذ البداية الأولى هذه مباراة أهداف، هذه مباراة أهداف، كل ما قدم وكل الدلائل